طبعا للمهتمين بكمبيوترات فحص السيارات والعدد الخاصة بالورش، في عندنا هنا مؤسسة كمبيوكار البوابة الحاسبية. أخوي أحمد حياك الله. حياك الله يا سيدي. هلا هلا، شرفتنا. شرفنا وجودك، الله يعطيك العافية. حياك الله يا سيدي. نعتذر تعبناك معنا اليوم. لا لا بالعكس، حياك الله. كنا معه طبعا في لايف ستريم لكن خذلنا الانترنت قليلا، فحنتعبك مرة ثانية. حياك الله يا سيدي، تشرفنا في أي وقت. حياك الله يا سيدي. هذه أجهزة الدياجنوستيك اللي موجودة عندنا، في عندنا الجي سكان، في عندنا الإف كار، وفي الإف 6 وفي الإف 7. طبعا الاف 6 انت سويت عليه الريفيو، بينما يشتغل الجي سكان سويت عليه الريفيو، معروف الجهاز اللي هو مصفح ضد الصدمات ضد المويه، السوفت وير حقه لجميع انواع السيارات، اندرويد بلوتوث. طبعا بالغلط طاح مني بالغش. طبعا الجهاز مضاد للصدمات، استعرضته انا على السناب شات عندي سابقا، وان شاء الله نوعدكم كمان بتجارب له على القناة على اليوتيوب ان شاء الله. وفي خلال برضو الاشهر القادمة حيكون في تطوير كبير، لانه الاسبوع اللي فات كنت عندهم في الصين واتفقنا على تطويرات ميجر في السوفت وير حقه، ان شاء الله باذن الله التعديلات حتصير. اذا زي اللي تقول لي انتظر على ما يوصل الابديت الجديد باذن الله. باذن الله. ممتاز. هذا جهاز الجي سكان، اعتقد بطاريته خالصه، ولكن معروف انت استعرضت جهاز الجي سكان يعني اكثر من مره، والجهاز ما يحتاج انه حتى جهاز جدا مميز خصوصيا في السيارات اصلي هو الاوريجينال للسيارات الكوريه والاسيويه والشامل لجميع انواع السيارات. هستعرضه بشكل سريع جدا يمكن عشان الباور حقه، شامل لجميع انواع السيارات زي ما احنا شايفين. البطارية شوية لو عندنا ممكن نشوف البطارية ونخليها على التشارجر لما نرجع. بالنسبة لل F7 الجديد، طبعا هذا الفيرجن الجديد اللي نازل من F كار، F7 اندرويد بلوتوث واي فاي، فحص كامل لجميع انواع السيارات. هذا البرو اللي نازل معاه الاونلاين حق البي ام دبليو. يعني بالنسبه للشباب اللي مو فاهمين ايش معنى اونلاين، ايش بستفيد من الاونلاين؟ البرمجيات كامله حقت البي ام دبليو موجوده، يعني تقدر تتحدث بمستوى الوكيل لسيارات. نعم. بي ام دبليو صحيح، ومعه الوصله حقت البي ام دبليو القديمه والجديده كمان عشان يشتغل مع جميع انواع البي ام دبليو بالكامل. F7 طبعا في منه F7 برو، F7 للسيارات العادية بدون الأونلاين، وفي عندنا كمان اللي هو F7 G اللي هو خاص بالشاحنات دي، عفوا للشاحنات. وفي للشاحنات فقط ولا للشاحنات؟ في للشاحنات وفي للشاحنات والسيارات. ممتاز، يعني اللي بيشتغل في المجالين يقدر ياخذ الجهاز. نعم، في جهاز للسيارات، في جهاز للشاحنات، في جهاز للشاحنات والسيارات. وزي ما احنا شايفين هذه السوفت ويرات كاملة عليه، يوروب أمريكا آسيا تشاينا، وال OBD والسبيشال فانكشن حاطينها لوحدها، DBF ريست اللي كنا بنتكلم عليها قبل شوية. هذه المواصفات اللي جاية في الشاحنات الأوروبية. نعم. وبعض الشاحنات اللي جاية للخليج كمان فيها نفسها. نعم، هذه الفانكشن اللي هذه الفانكشنات اللي موجودة فيها. هذا هو الـ F7 وهذا الـ F6 وهذا الجي سكان، هذه تعتبر نقل أجهزة. وفي عندنا كمان السن بيد اللي هو السناب أون، سن باي سناب أون، بس مع الأسف لسه الشحنة ما طلعت من الجمارك، وإن شاء الله الجهاز محجوز لك أنت عشان التجربة والريفيو إن شاء الله بإذن الله في أقرب فرصة بإذن الله. مجرد ما بالنسبة للتولز، هذه التولز اللي هي الجي تي سي موجودة عندنا تايواني، نحن الموزع المعتمد حقها. قبل شوية برضو أنت شفت الديلر الوكيل المعتمد الوحيد. هذه التولز زي ما احنا شايفين، هذه الترولي اول مره تنعرض لسه في الاكسبيديشن في المملكه العربيه السعوديه. هذه الدرج، طبعا السكيورتي فيها انه اذا درج مفتوح الدرج الثاني ما ينفك زي ما احنا شايفين. الفائده منها انه الوزن ما، نعم سكيورتي، وكمان ما تنقلب الطاوله يعني. صحيح صحيح، انا اجي من هنا يعني انا بتكز عليها بتقلي كله بحيث انه انا بحاول انه انا اقلبها، بس يعني شايفين هزهزة هي مو مثبتة بالأرض غير بالكفرات، ما هي مثبتة، هي كفرات بتتحرك ما فيها أي تثبيت في الأرض، ولكن عشان تتحمل تقلى العدة. ممتاز. هذه العدة اللي فيها 279 قطعة، هذه في يجي أكثر في يجي أقل حسب طلب الزبون، يجي الترولي فاضي. هذه العدة اللي موجودة فيها، وهنا الأدراج فاضية عشان استخدامات أخرى. هذه التولز حق الجي تي سي ميدن تايوان،
تعتبر ماركة من أقوى الماركات برضو. إحنا الموزع المعتمد في الرياض في باقي مناطق المملكة، وكيلها موجود في جدة، مؤسسة إرسال. بالنسبة لأجهزة الفريون، في هنا قبل لا نروح لأجهزة الفريون، في عندنا الرافعة هذه. طبعا هذه رافعاتنا، احنا بنصنعها مواصفات خاصة لنا احنا، وكل فترة مهندس من عندنا لازم يطلع عندهم هناك عشان يراجع المواصفات ويراجع اذا في تعديلات بناء على الفيدباك اللي بناخدها من عملاء. يعني اذا في عميل مثلا قال يا جماعة افضل انكم تسووا كذا، بنراجعها وبنشوف وبنسويها مع المصنع مباشرة، لانه احنا بنصنع لايننا احنا الخاص. و زي ما احنا شايفين الكواليتي حقتها، طبعا الدفعة الجديدة ان شاء الله اللي جاية عندنا هذه كلها كروم، غيرناها الاسبوع اللي فات. كلون فقط ولا الماتيريال يختلف؟ لا الماتيريال كروم كله، ولا تقريبا نفس الماتيريال. يعني هذه الماتيريال جدا جامدة، ولكن الكروم بيكون اريح في العمل وفي الوساخة وفي لما الوساخة وهذه الاشياء. زي ما احنا شايفين الاسنان حقتها كلها حفر بالليزر وكلها متساوية، ما في يعني ما في شيء فراغات ولا اهتزاز بيصير. ايوه يعني حوريك الصورة هذه، شوف الفراغات كيف تيجي، شايف هذه ما هي موجودة عندنا هذه الفراغات. احنا عندنا الفتحات بتكون كل واحدة قافلة على الثانية كأنها قطعة واحدة، لأنها فعليا هي قطعة واحدة وبتنقص بالليزر. ممتاز. فبتتفرغ. برضو هنا نقدر نشوف السوق الجودة، هذه رافعات منافسة. هنا نقدر نشوف كيف اللحام، نقط اللحام حتى ما هو لحام كامل، يعني شايفين جودة الفينيشينج بتختلف تماما. نعم نعم، شايفين كيف اللحام، نقط نقطة هنا ونقطة هنا. هنا نقدر نشوف اللحام لأنه هذه كلها مكاين روبوتات، في الفيديو حقنا اللي صورناه الأسبوع اللي فات هذه كلها بتتلحم عن طريق مكاين روبوتس وليس لحام بشري. الأرمز برضو سوينا فيها تعديلات، طولناها، سوينا لها قواعد إضافية. الجلود هذه كلها تعديلات إن شاء الله في قريبا الدفعة القادمة حتكون موجودة فيها. وبرضو هذه الدفعة يعني جدا ممتازة، ولكن كل دفعة بنطور فيها شوية. حتى اللوك حقها ركبنا له بلاستيك بحيث انه لما يرجع ينقر على الحديد ما يطلع الصوت المزعج هذا، بينقر على البلاستيكة بحيث انه الصوت يكون اخف، فالفني يكون مرتاح وهو شغال. ممتاز. هذه بالنسبة للرافعة. عندنا الميزان هنا، ومعانا مستر ريتشارد برضو من شركة 3XL. طبعا انا الاسبوع اللي فات كنت عندهم عند مستر ريتشارد في ضيافة 3XL، كنا بنسوي شوية تعديلات على الميازين. الأسبوع هذا هو موجود عندنا، كان قبل يومين في الإحساء عند واحد من زبائننا، كان في القصيم. اليوم الصباح كان عند حرس الحدود برضو بيشوف معاهم لأنه محتاجين مواصفات خاصة في الميازين. هذا الميزان 3D ثلاثي الأبعاد، عربي زي ما احنا شايفين، في عربي وفي إنجليزي. العربي حقه طبعا زي ما احنا شايفين انه العربي حقه يعني ما هو مش ترجمة جوجل، لا وليس يعني ترجمة جوجل. زي ما احنا شايفين كل الترجمات ترجمة احترافية كلها، ما عندنا شيء اسمه ترجمة جوجل. شايفين كيف الترجمات كلها احترافية. بنجي هنا برضو الترجمة المكتوبة، طبعا هذا كله صوت، في صوت، في فويس بيتكلم بالعربي وبيقول لك اعمل كذا، سوي كذا، افعل كذا، ولكن هنا احنا ما احنا مركبين السماعات فالصوت ما هو واضح. وخطوات واضحة عندك بندخل عليها، اوكي دخلنا عليها، اعطاك الميل الخلفي مثلا تقدر انك انت تطلع عليها. هنا نقدر ندخل على الداتا، طبعا الداتا بتعطينا هي بالصور حسب المنطقة اللي احنا نكون شغالين فيها. بالنسبة للأبعاد مهندس فهد، أبعاد السيارات، الأبعاد الخاصة بالوزن لكل سيارة، نعم موجودة في الداتابيس؟ موجودة في الداتابيس اللي هي في البداية، اللي ممتاز. دخلنا عليها في البداية لما بنختار السيارة. ولكن في ميزة جدا حلوة فيه انه اوكي هنا هذه اهي، شايفين مثلا احنا داخلين على تويوتا تراكس اند اس يو في،
فور رانر تيربو معطينا العجلة الأمامية تو إن للعجلة الخلفية الأمامية تو إن العجلة كله معطينا القياسات حقتها قيمة أصغر قيمة قياسية قيمة قياسية وأكبر قيمة قياسية لها معطينا هي. في ميزة كمان طبعا ممتازة اللي هي نقدر إنه إحنا نضيف. أمس إحنا ضفنا الـ F55 لأننا كنا شغالين مع حرس الحدود عندهم مواصفات خاصة armed زي ما إحنا شايفين مصفحة. هذه تقدر تضيف إذا عندك سيارة specification حقتها معدلة فيها تعديلات فيها شاصيه متغير أي شيء تقدر تضيفها وتسوي الداتابيس الخاصة فيك أنت. ممتاز. وتنضاف وخلاص بتضيف الأرقام حقتها وبتتخزن عندك وبتدخل ضمن الداتا اللي موجودة عندك. هذا بالنسبة للميزان. حلو. طيب بالنسبة للتدريب للناس اللي مثلا بتأخذ من عندكم أجهزة وكذا هل بتوفروا لهم التدريب والدعم الفني؟ احنا فعلا بنوفر التدريب والدعم الفني ولكن احنا اجهزتنا كلها بسيطه وكلها منزلين فيديوهات على قناتنا على يوتيوب تدريبيه على الاجهزه. وطبعا انت اخوي احمد وغيرك الله يبارك لكم ويعطيكم العافيه ما شاء الله كمان منزلين فيديوهات اقوى من فيديوهاتنا. لا بالعكس نتشرف واحنا دائما سواء على الجيسكان ندعم بعض الاجهزه يعني. فهذه الفيديو والشركه برضو منزله فهذه الفيديوهات تعتبر تريننج كافي للاجهزه. بعد كده إذا احتاج العميل تريننج على السيارة هذه تريننج أجهزة اسمه. إذا احتاج تريننج عمل على السيارة ميكانيكية هذه بيكون تدريبها منفصل ولكن بيكون باتفاق مع العميل إنه يوم يومين ثلاثة حسب حاجة العميل. فإحنا بنوفر لهم الماتيريال الابتدائية وبعد كده هم حسب حاجة العميل بيرجعوا لنا. إيش في كمان ممكن نشوفه؟ في عندنا جهاز البخاخات موجود عندنا. عدل عادي أنا هشتغل مونتاج بس الصوت علي لي شوي. أوكي. أقص الجزء هذا. أوكي. هذا جهاز البخاخات اللي موجود عندنا. طبعا جهاز بخاخات 8 سلندر في يجي منه 6 يجي منه 4 ولكن حتى إذا أنت تبي تشتغل على 4 سلندر بإمكانك تشتغل على 4 قزاز وتوقف 4 قزاز مو شرط أنك أنت يعني يكون 8 لازم تشتغل 8. الجهاز فحص تنظيف عفوا على السيارة وخارج السيارة هذا الألترا سونيك حقه. هذا اللي هو الأشياء الموجات فوق الصوتية تنظيف البخاخات. هذا اللي بيسوي الصوت المزعج في الإذن لأنه موجات فوق صوتية. تنظيف هذا الخارجي. هنا الاختبارات كلها بإمكانك تختبر التهريب بإمكانك تختبر الضغط الضخ اللي موجود فيه بإمكانك تحط البخاخ وتختبره على الضغط. الجهاز كمان بيفحص لك على سرعة RPM 350 بإمكانك ترفع لسرعة 6000 بحيث أنه يحاكي السيارة وهي ماشية بينظف على سرعة أنه السيارة وهي ماشية كأنك داعس بنزين وماشي في الطريق والبخاخ مضغوط وقاعد يشتغل فيه وبيسوي له اختبار بيسوي له الضخ كل هذا بيسويه الجهاز أوتوماتيكي فولي أوتوماتيد. ترفع الـ RPM تقلل الـ RPM تدي له نبضات متصلة منفصلة هذه التوصيلات يشتغل جي دي اي برضو حلو اللي هي الحكم المباشر نعم البخاخات الطويلة هذه التوصيلات الخاصة فيه اللي بتركب عليها البخاخات هذه الوصلات حقت الأسلاك حقته اللي هي بتدي النبضات للبخاخات عندنا هذه التوصيلات كمان اللي هي التنظيف اون كار على السيارة يعني بقدر انه اوقف طرمبة البنزين واشغلها على الجهاز اعمل تنظيف نعم كأنك اللي هي القزازة العادية حقت التنظيف هذه اللي هو الشنطة المحمولة ولكن هي موجودة جوة الجهاز ما تحتاج الشنطة المحمولة إذا اشتريت الجهاز فهي موجودة جوته بإمكانك أنك إذا السيارة فيها مشكلة تسوي تنظيف على السيارة ما زبطت معاك هنا تفك البخاخات وبتختبرها هنا وبتعرف إيش البخاخ اللي خربان عندك وبعد كده بإمكانك تسوي له صيانة هذه مستلزمات إعادة توضيب البخاخ زي ما احنا شايفين الجلود المصافي كلها الخاصة فيها هذه في عندنا ستاندرد هذه البخاخات الستاندرد واي شيء بيحتاجه العميل للانواع النادرة بنقدر انه احنا نوفره حسب الطلب هذه الجلود حتى معاها القفل حقها اللي يفك المصافي من البخاخ بتركبه على البخاخ وبتفك المصفاية اللي فوق هذه وبعد كده بتركب الجديدة كرس كل الجلود الكت كامل جاي مع الجهاز هذه الكتات اللي موجودة تمام وبتوفروا الجلود والأمور هذه منفصلة هو أصلا منفصل ولكن في البداية إحنا بندي الزبون عرض خاص في البداية لأنه أغلب الزبون ما يعرفوها فيتخوفوا منها فبندي له عرض خاص على أساس أنه يأخذها مع الجهاز وبيجربها وبعد كده اللي بيحتاجه هو مثلا بيقول والله يا جماعة أنا شغلي كله في التيوتا ومحتاج هذا بخاخ الدينزو بنوفر له هذه الجلود فقط
بالألف حبة كل واحدة ألف 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 بحيث أنها تشتغل مع ألف بخخ. هذا الانيشال كيت تشتغل 100 بخخ. ممتاز. هذاك بيشتغل معه 1000 بخخ وعلى حسب طلب الزبون. هذا جهاز الجيروبوكس. طبعا جهاز الجيروبوكس عبارة عن فلاشينج ضخ زيت الجيروبوكس. طبعا الضخ عن طريق التغيير زيت الجيروبوكس ما بيتم عن طريق اللي هو السحب الزيت وبعدين بيرجع يضخ الزيت. طبعا هو فيه هيتر داخلي, هيتر عشان يسخن حرارة الجيروبوكس بحيث انه ما يكون الجيروبوكس حامي وتديله زيت بارد بيضرب الجيروبوكس عندك. صحيح. في حالات كثيرة في بعض الوكالات او المصانع بيطلبوا تغيير زيت الجير على درجة حرارة محددة. نعم, هذا فيه الهيتر اللي بيعطيك درجة الحرارة المحددة هذه بحيث انه الجيروبوكس ما بيصير فيه اي اشكالية. موجود فيه التغيير فيه عن طريق ضخ الزيت الجديد, والزيت الجديد بيدف الزيت القديم بيخرجه من الدورة وبينظفه. هذه الطريقة تعتبر أأمن طريقة بدل ما تفرغ الزيت بالكامل وتترك الجيروبوكس بدون زيت وترجع تضخ له زيت جديد. فهذه تعتبر أأمن طريقة له. بيسوي فلاشينج. الداتابيس موجودة جوته بالكامل للسيارات زي أجهزة الفريون بحيث أنك بتعطي له نوع السيارة وبتقول له أنه هذه السيارة بتوصل التوصيلات حقته وهو بيشتغل. الجهاز سريع جدا في العمل. يعني إحنا سيارتنا الهونداي حقت التجارب كنا لسه بنوصل الكاميرات بنسويها على أساس أنه تايم لابس بنجهز نفسنا أنه 10 دقائق أو ربع ساعة. مع الأسف ما لحقنا حتى الكاميرات, رجعنا جري نشغل الكاميرات لأنه ما أخذ أكثر من 2 دقيقة ما شاء الله في التغيير أو 3 دقائق تقريبا. بالنسبة لاستخدامه هل هو يعني easy to use يعني ولا يحتاج له فني جدا محترف عشان يشتغل على الجهاز؟ يعني تقريبا التدريب حقه حياخذ 10 دقائق ما شاء الله فقط لا غير. حلو. بالنسبة لشاشات العرض هذه ايش اللي راح تعرضه؟ هذه بتعرض لك الداتابيس وبتعرض لك البروجرس حق الزيت وبتعرض بتختار عليها الداتابيس وبتعرض لك بروجرس حق العملية. ما اعرف هو هذا الجهاز شغال هو ما هو شغال اعتقد فيش دحين يوصلوا عليه وصلوا شغل اللي هو أوريك الشاشة هذه. ننتقل للجهاز اللي بعده إذا تحب أو إذا في شيء بتكمل عليه. أوريك الجهاز من وراء. هذه الوصلات الخاصة بجميع السيارات زي ما أنت شايف, توصيلات فورد, جي إم, هيونداي, whatever, توصيلات تويوتا, هوندا, نيسان, كلها موجودة محطوطة كل توصيلة عشان إذا العميل مو عارف أو إذا الفني ما هو عارف يقدر يرجع للخريطة هنا. وهذه التوصيلات بالكامل. وطبعا أي توصيلة ناقصة سهل جدا إنها توفر من أي مكان في السوق بتنباع زي ما أنت شايف, هي يعني مجرد تيوب عادي زي حق الهواء. ممتاز. هذا الجهاز هنا, هذا الأوتو ترانسميشن أويل هنا, وهنا هذا الويستيد أويل بينصب هنا. وعندنا هذا الجهاز, هذا التوانيك حقته. طبعا زي ما احنا شايفين كل شيء فيه كواليتي عالي جدا, الفينيشينج حقه جدا عالي. احنا كان عندنا جهاز مع, يعني اسمح لي فادي 30 ثانية, كان في عندنا جهاز كنا مرسلينه العميل للمدينة, بس هذاك كان جهاز اي سي ماشين وهو محمل على السيارة اللي بتحمل مع الرافعة وباقي معدات تجهيز الورشة. الرجال كان في طريق المدينة سايق على سرعة تقريبا 100 أو 110, طاح الجهاز من فوق السيارة, طاح والدحرج على الاسفلت قاعد يدحرج على سرعة 100. طبعا احنا طلبنا الجهاز, سوينا ريكول وارسلنا للعميل جهاز بديل, وفوجئنا وصعقنا احنا انه الجهاز شغال وفي حالة سليمة. كل اللي صار فيه انه الحديد حقه, هذا الشفة حقته اللي من فوق اتطعجت فقط لا غير. استفسار بسيط وممكن يكون مهم بالنسبة للي بيشتغلوا في أكثر من نوع من السيارات. نعم. على سبيل المثال أنا بستخدم مجموعة زيوت, فهل أقدر أستخدم الجهاز على نوعين مختلفة من الزيوت؟ نعم نعم, لأنك أنت بتغير لكذا سيارة أصلا, هم المصنع لما جهزوا أنت بتغير لأكثر من سيارة, فبتستخدم لفورد زيت فورد, لهونداي زيت هونداي, لجي إم زيت جي إم, فكلها بتستخدمها في نفس الجهاز. يعني بقدر انظف الزيت القديم. نعم. ونحط. نعم. زيت جديد. نعم نعم, هو كمان الجهاز فيه ميزه التنظيف الذاتي اللي هو يسوي لك فلاشينج للسيستم حقه وبيطلع اللي موجود, البقايا اللي موجوده فيه كلها بيطلعها. ممتاز. اوتو.
هذا جهاز الجيروبوكس، هذا جهاز الـ ATF موجود عفوا الـ RCC اللي هو الفريون. طبعا هذه أعلى نوعية، هذه النوعية الأعلى دائما، بلس اللي هي أعلى نوعية، A اللي هي أقل منها 9، يعني في RCC minus 9، في minus 9A، في minus 9A plus. إحنا دائما اللي بنجيبها الفول فانكشن إلا إذا زبون طلب مننا فانكشن أقل. هذا الجهاز في فلاشينج تنظيف للدورة حقتها، في ضغط يضغط هواء ويفحص لك إذا في تهريب، في فلاشينج تنظيف للسيستم، في سحب فريون، فلترة الفريون، إعادة ضخ فريون، ضخ فريون جديد موجود، زائد الداتابيس حقته كلها موجودة هنا، زائد إنه الجهاز بالعربي. حلو، الداتابيس تقصد إنه أنا بس أختار نوع السيارة؟ نعم، وهو بيطلع لي الكميات اللازمة من الزيت. نعم، ومن الفريون. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، ممتاز. طبعا هو الجهاز برضو يشتغل على السيارات الكبيرة التريلات، ولكن للأسف لسه الداتابيس ما كملت عندها، لكن اللي يعرف كميات أو الكميات يقدر اللازمة يقدر يشتغل في عادي، باصات تركات أي شيء يقدر يشتغل في الجهاز عادي، ولكن الداتابيس هي اللي ما يقدر حتى يحط الداتابيس حقته يدخلها في الجهاز. في قسم معين تقدر تبني الداتابيس الخاصة فيه، ممتاز، للجهاز. وفي حقن كمان اللي هو هذه الميزة اللي هي حقت البلس هذه، طبعا هو في اير بيرجينج اوتوماتيك، زائد انه في حقن اللي هو الالترا فايلوت الدي اي واي، اللي الالترا فايلوت يحقنها في السيستم بحيث انك تلاقي التهريب اللي هي الماده الفسفوريه، على اساس لو في تهريب في دائره الفريون تقدر تعرف من مباشره، بيحقن لك هذه الماده وبتهرب الماده من المكان اللي فيه تهريب وبتسكر. طيب حلو، ميزه التهريب جدا ممتازه انك تقدر تفحصها والليكينج، لكن غيره انا كفني ايش راح يقدم لي الجهاز فرق عن الطريقة اليدوية؟ إيش حيوفر علي؟ أولاً إنك أنت ما حت ويستد للفريون اللي أنت حتسحبه وتفرغه في الهواء. ثانياً إن أنت عندك كمية معينة بتضخها في السيستم، لأنه السيارات الجديدة دقيقة جداً في الكميات، يعني أنت ممكن تزود الكمية شوية يضرب عندك الكمبروسر، ممكن تضرب عندك واحد من الليات المخارج أي شيء، خصوصاً إذا كانت السيارة مستهلكة. فالجهاز هذا بيعطيك الكمية، بيضخ نفس الكمية اللي هي حقت المصنع، ما بيزيد ولا بينقص، فما بيتسبب مشاكل، زائد انه بيفلتر لك الفريون القديم، بيسوي له فلتر وإعادة ضخ، زائد انه انت العملية كلها بتكون عندك اوتوميتد، بتضغط زر والجهاز بيكمل شغله، ما انت ما بتسوي له شيء. يعني اقدر اسحب الفريون القديم اللي بالسيارة واضيف عليه وارجع. انت عبيت فريون في السيارة واكتشفت انه فيها خلل في السيارة، بدل ما تخسر، انت بدل ما تعب تخسر الفريون حقك في الهواء او العميل يخسر الفريون، انت بتسحب الفريون، بتصلح الايرور اللي عندك او المشكله اللي موجوده عندك، وبترجع بتضخ الفريون مره ثانيه، نفس الفريون ما يحتاج انك تبدله، لا انت تخسر ولا العميل يخسر. هذا الجهاز طبعا هذه الوصلات حقته، هذا الجهاز من الخلف، طبعا هذه القزايز حقت الزيت، هو بيتعامل مع زيت وفريون، زي ما احنا شايفين الكواليتي حقته، يعني ما في عندنا اي تلاعب في الكواليتي، زي ما احنا شايفين البورد من اعلى الخامات، ما في عندنا تلصيق شطرتون، اسلاك طايرة من هنا، اسلاك طايرة من هنا، ما في عندنا هذا الكلام نهائيا، كله فينيشينج على أعلى مستوى، كله فينيشينج نظيف، المواسير، النحاس، التكفيل حقها، الساعات تايوانية، التكنولوجي إيطالية، السولينويدز كلها من، يعني من ما نقول أغلى، لأنه الأغلى عادة ما يكون الأفضل، ولكن من أرقى الأنواع اللي ما في عليها مشاكل، وفي أشياء منها كتير أوروبية، يعني في كتير ماتيريالز جوا بتستخدم أوروبية وليست صينية. وهذه طبعا القزايز حقت الزيت، وهذا الموتور حقه. حلو، واتوقع احنا حاطين في مروحه كمان للتبريد على البورد، ولكنها مختفيه هناك في الاخير، هذه ضفناها احنا قبل سنه يمكن او سنتين، ضفناها المروحه على اساس انه تحافظ عليه في درجات الحراره العالية. نعم، في درجات الحراره العاليه، بحيث انها بتحافظ عليه وما بتسبب في اي مشاكل الجهاز، سخونه ما فيه، عموما الجهاز ما في عنده اشكاليات، ممتاز. يعني نهائيا. طيب بالنسبة لفروعكم مهندس فهر، انتوا وين موجودين بالمناطق؟ احنا مركزنا الرئيسي في جدة، المكاتب الرئيسية في المكرونة طبعا. ويا جماعة، يعني ارجو انه اي احد عنده مشاكل، احنا في الاول والاخير بشر،
نخطئ ونصيب. التيم اللي موجود عندنا احنا بنحاول ننتقيهم فردا فردا، ولكن احيانا بتكون في مشاكل فردية بسبب شيء او اخر. احنا في الإدارة الرئيسية حاضرين انه احنا نحل اي مشكلة عند اي عميل يتواصل معنا فقط على الرقم المجاني اللي هو 920-00-9807، هذا الرقم الموحد من جميع أنحاء المملكة، أو على الجوال أو على الواتساب اللي هو في المركز الرئيسي يشتكي إحنا، أو إذا عنده ملاحظة أو إذا عنده تطوير أو أي شيء إحنا نحله. المركز الرئيسي حقنا في جدة في شارع المكرونة، ويلكم أي أحد اللي يزورنا. فرعنا ومستودعنا موجود في شارع الإسكان، في نفس شارع الإسكان في المجمعات الجديدة، وفرعنا الثاني في الرياض موجود في صناعية في الصناعية القديمة في شارع العنوز. يعطيك العافية مهندس فهر، ويعجبني جدا انه تتعامل مع عملائك وتاخذ الفيدباك منهم وتحل المشاكل. انا حاضر في الخدمة دائما شخصيا، انا حاضر ومستعد اروح لاي عميل ومستعد اخدمه وبعيوني اخدمه، واذا ما خدموه الموظفين انا اروح اخدمه شخصيا. ولكن مع الأسف أنا أغلب الوقت يا إما مسافر، يا إما مع المصانع، يا إما قاعد أعدل في المواصفات والسبيسيفيكيشن هذه، فمع الأسف ما بيكون عندي وقت إنه أنا أتقابل مع الزبائن ولا أنا أتشرف بكل زبون. يعطيك العافية، وإن شاء الله كمان نشوفك في أوتو ميكانيكا دبي إن شاء الله، حكم ونوصي الشباب يزوروا الستاند تبعكم بإذن الله. حياكم في الرياض الآن، لسه معانا اليوم وبكرة للي بيلحق. تشرفون، التيم كله موجود هنا وكلهم يتشرفوا بخدمتكم، وإحنا حاضرين في الخدمة في أي وقت، زورونا عشان نتشرف فيكم. يعطيك العافية، وأي أحد عنده أي مشكلة فيدباك أرجو يا شباب ساعدونا، إحنا يعني المصانع بيقولوا لنا أعطونا اللي تحتاجوه وإحنا حنحل لكم، هو إفكار جي سكان، عندك أي شيء ناقص، رافعة، ميزان، أي شيء ناقص أعطيني السيارة اللي صارت فيها المشكلة، أعطيني فيدباك، اتصل على المركز الرئيسي على الواتساب وأنا هكلم المصنع بنفسي وهشتغل معاهم بنفسي، لأنه أنا اللي بشتغل معاهم في التطوير. ألف شكر لك ويعطيك ألف عافية. حياك الله. بس قبل لا تقفل، هذا الجيربوكس أنت ما شفته من الجنب. أي نعم. هذا اليوزد وهذا النيو، هذا الليفل حقها زي ما إحنا شايفين، هذا بيطلع لك الزيت القديم. نعم، هذا الزيت اليوزد هنا بيكون، وهنا الزيت النيو، وهذا الفلتر حقه. طبعا الفلتر هذا بيتغير كل فتره زي ما انتم شايفين، فلتر سياره عادي، فلتر جيربوكس عادي يعني بيتغير. طيب كل الزيت فترة بيكون جديد اصلا، ف انت بتسحب الزيت القديم احيانا لو بتفلتر. ممتاز، يعني كمان اقدر افلتر الزيت القديم وارجعه. نعم، لكن طبعا لا ينصح فيها اتوقع، لا ينصح فيها ابدا. احيانا انت حتى لو غيرت الزيت وبعد يوم صارت عندك مشكله غيره بزيت جديد. صحيح، لانه ارحم جربوكس في رواسب ورايش من الحديد. جربوكس السياره يعني لما تروح تشتري الزيت ارجو انه الكل يشتري من الوكاله، لانه هذا الزيت الافضل. زيت الماكينه اوكي ممكن نغير فيه ناخذ نوعيه افضل، ولكن جربوكس حساس جدا، ارجو انه الكل يغير من الوكاله فقط، وان كانت اغلب 100-150-200 انت بتحافظ على جربوكس سيارتك اللي قيمته بالالاف. يعطيك العافيه، فعلا نصيحه قيمه انه حياكم الله. الواحد يغير ب 200-300 ريال ان شاء الله، 500 ريال يعني، ولكن ولا يروح يخسر غير كامل. صحيح، على مواعيده والزيت الاصلي. صحيح صحيح، تشرفنا اخوي احمد، وانت تشرفنا في اي وقت، وان شاء الله باذن الله يعني جهاز السن أول ما يوصل حيكون عندك ريفيو. أجهزتنا دائما إن شاء الله الأجهزة الجديدة تكون موجودة عندك، وهذه لمتابعينا، بدعمكم دائما نستمر ونقدم لك شكرنا، والوعد أنه إن شاء الله نستعرض لكم جهاز السن قريبا على قناتنا باليوم بإذن الله. مو بس جهاز السن، كل الأجهزة إن شاء الله حتستعرضها قريبا بإذن الله. بإذن الله. بإذن. شكرا لك، حياك الله.